السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في طلة حلوة. أول مرة أقول أهلا وسهلا بيكم في طلة حلوة، كل مرة بقول أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا طلة حلوة. المرة دي مقلتش كده ليه؟ علشان المرة دي مش هتكون حلقة، المرة دي هتكلم معاكم يمكن دقيقة أو اتنين بالكتير. هعرفكم علشان لو مش عارفين مين هي طلة حلوة. طلة حلوة قناة فيها أم يوسف الرفاعي وخلود الرفاعي. أم يوسف بتقدم موضوعات بصوتها مش بصورتها، بفكرها بعقلها بثقافتها وقراءتها البسيطة المتواضعة. خلود بتقدم وصفات طبخ، وبتقدم طبعا وصفات طبخ مميزة جدا لأنها بتحب قوي الافتكاسات وليها بصمتها. خلود بتقدم كمان موضوعات شيقة لكن بتتسم بالبساطة والجمال، تحس انها قاعدة معاك على المصطبة او قاعدة معاك على القهوة، بتشرب معاكي شاي في بيتك او بتشربي معاها الشاي في بيتها. خلود بتقدم موضوعات جميلة تمس القلب وتمس المجتمع. ام يوسف كمان بتقدم غير الموضوعات اللي بتتكلم فيها شعر من إلقائها ومن تألفها. طبعا اعذروها لما تيجي تقول الشعر علشان هي مش بارعة في اللغة العربية، فهي ممكن تكون مبوظة اللغة خالص، مش مشكلة هنسامحها. أم يوسف بتقدم وصفات تزيين ورد. أم يوسف بترحب بيكم في قناتنا الجميلة اللي لسه بادئة ولسه صغيرة ونفسها إنها تكبر، قناتنا طلة حلوة. أتمنى إن القناة تنال إعجابكم، وأتمنى إن موضوعاتنا تكون عند حسن ظنكم، وأتمنى إن أنتوا في يوم تطلبوا منا إيه الموضوعات اللي أنتوا محتاجين إن إحنا نناقشها معاكم. أتمنى إن القناة تكبر وتعليقاتكم تزيد ويكون في تفاعل بيننا وبينكم. أحبكم في الله وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.